هذا يسأل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ما معنى بيعتين في بيعة؟ له صور، منها بيع العينة، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البايع بثمن أقل حاضرا ويقبض الثمن الثاني، فهذا حيلة على الربا، كأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة أقل منها وجعل السلعة وسيلة، فهو ربا في صورة البيع، ربا في صورة البيع، وهذا حرام. الحيل ما تجوز لاستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. فبدل ما يعطيك 20 ريال، بدل ما يعطيك 10 أريل حالة ب20 ريال مؤجلة، هذا ربا صريح. 10 ريالات ب20 ريال مؤجلة، هذا ربا صريح. يقول لا، نروح نصوره بيع، أبيع عليك سلعة ب20 ريال مؤجلة واشريها منك ب10 أريال حالة، هذه حيلة على الربا. البيع ذا ما هو مقصود، وإنما المقصود التوصل إلى الربا، هذا حرام لا يجوز. هذا بيعتين في بيعة. نعم.